قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من بوص الله عليه وسلم يكيد سوى من كان في حاجة أخيه ديك وان دي يدوكي بقاتا هو مثلا تدقوا وسلموا بقاتا سقوا بقاتا الساعة وكان الله في حاجته شيما الله دي ميدا بقاتا الساعة كما قال الساعة تدما بقاتا الساعة الله يبيع مساء. وانا حديثي يقول الإمام البخاري يروي الحديث من نبا دبو بيو دايود 40 دم نوع من الحديث حديثين مرفوع وانا حديثي انا قوي دم ينتمي قوه الجنكاي.